تشهد جولة الإعادة في المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية المصرية معركة تكسير العظام بين ثلاثة لاعبين رئيسيين يمثلون قوة حقيقية على أرض المعركة الانتخابية في محافظة الجيزة، الإخوان والسلفيون والمستقلون. هم مثلث المعركة التي تشهد سخونة كبيرة في جولة الإعادة. ففي الدائرة الثالثة بمحافظة الجيزة فإن المعركة الأبرز بين عمرو الشبكي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والذي يمثل الطبقة المثقفة في المحافظة، وعمرو دراج أمين حزب الحرية والعدالة بالجيزة، فيما يواجه محمد الصاوي وزير الثقافة الأسبق سلفيا في الدائرة الرابعة. الفارق في الأصوات في المرحلة الأولى كان في صالح الشبكي والصاوي. الناس هنا بصة للتيارات الإسلامية إن هي يعني هتغير من مبادئها، هتغير من شكلها، هتغير من أسلوب حياتها، هتوديها لمرحلة تانية، هتوديها لحاجة تانية. هي مش عايزة كده، هي دايما بتبص للمرشح اللي يقدر يلبي طلباتها، اللي هي حاسة إن هو قريب منها، أقل حاجة على المستوى الفكري. ومن بين 687 مرشحا فرديا خاضوا الجولة الأولى في الجيزة، يخوض 20 مرشحا منافسة على 10 مقاعد في 5 دوائر انتخابية. 10 مرشحين ينتمون إلى حزب الحرية والعدالة، و7 لحزب النور السلفي، و3 مستقلين، فيما غاب حزب الوفد والكتلة المصرية عن جولة الإعادة بالجيزة. التيار الإسلامي عموما له الغلبة في الجيزة وفي كل محافظات مصر، ده الواقع المشاهد، وده المفروض ان ده يعني امر لا تسفه من اجله الشعوب، لان دي تشبه مبايعه من الشعب لهذه التيارات. المهم ان يكون عندنا يعني برلمان هناك فيه توازن، يعني والا الاغلبيه ما هتبقى اغلبيه مطلقه، هنكرر التجربه السابقه. ارياف في الجيزه معظمهم انتموا للتيار الاسلامي، والجيزه مش كلها مهندسين ودقي، لا الجيزه في أرياف وفي ناس ولاد بلد وفي ناس عايزة فعلا صلاح للبلد. وبعيدا عن هذه المنافسة المفتوحة، يخوض المرشحون الإسلاميون بجناحيهما الإخواني والسلفي معركة خاصة على عدد من المقاعد بالمحافظة. محمد عبد الله، الحرة، الجيزة.